انخفاض حاد في مؤشرات الأسهم والأسواق الأمريكية. هذا الانخفاض لا يبدو أنه سيؤثر كثيرا على الخطط التي وضعتها السلطات الأمريكية هنا في الولايات المتحدة تحسبا لفصل الشتاء، وإن كانت هذه المعلومات لم تكن قبل انتشار المتحور الجديد القادم من جنوب إفريقيا. البيت الأبيض قال في منتصف هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة لن تفرض إغلاقا شاملا ولن تعود إلى ما كان عليه الحال بداية تفشي فيروس كورونا، بل إنها ستتبع أساليب أخرى، من بينها على سبيل المثال المساعدة في زيادة عمليات التلقيح، توفير الجرعة الثالثة لأكبر عدد من السكان، إضافة إلى أن تشمل عملية التلقيح هذه الأطفال خصوصا في المدارس. وعلى هذا الأساس فإن الولايات المتحدة ترى بأن هذه الخطوة وهذه الخطوات بالتحديد كافية لمنع تضخم وتفاقم الأزمة الناتجة عن وصول هذا المتحور الجديد. حتى الآن لم تعلن رسميا الولايات المتحدة وصول أي حالات أو لم تعلن عن حالات جديدة، لكن السلطات الصحية عبر مركز الوقاية من الأمراض والحماية منها، حتى شركة فايزر التي زودت اللقاح الشهير، قالت إنها بدأت تدرس هذا المتحور وإنها قادرة على إعطاء نتائج عن مدى فعالية لقاحها تجاه هذا المتحور خلال أسبوعين، كذلك فعلت الشركات الأخرى، لكن في ظل شح البيانات وأيضا التحذيرات التي تطلقها السلطات في جنوب إفريقيا فإن الأمر قد يستغرق بعض الوقت مروج.